إذا كان كيتكلم السيد الرئيس أو لا شي واحد أخر، السيد الرئيس بقي ما تكلمش على هذا الشيء ونفعه، إذا كيتكلم على نهار الاستقبال فنهار الاستقبال أنا ما طلبت شي طلب وما عطيت حتى شي حاجة، كل مسؤول الأمر بعد أربعة أيام، فهمتيني أخويا؟ بعد أربعة أيام يوم الجمعة كيطرق إلى الناس ديال الديوان الملكي عبد الوصي وعبد المجيد الضوني كيسول فينا كعادتنا كعادتي سيدنا الله يمسرو والله يدوموا لينا، وكيسول فينا احنا واش فهمتي احنا ابناء هذا الشعب فهمتي لي، هذا سيدنا ونطلبوا احنا اللي بغينا فهمتي لي، ونطلبوا من سيدنا زعما اي حاجه بغيناها فهمتيني، لان هذا سيدنا ياك نتبع لي اخويا كاين المشكل. اذا بمعنى اخر اذا كنت انا مثلا غادي غادي نطلب واحد الحاجه واذا مرنا شهرين الى عيطوا ليا ولا كل شهور فهمتي لي، علاش حضرتي؟ باش نفهموا معاك هنا سي بنصير، يوم الثلاث فاش كان الاستقبال الملكي ما تقدمتي حتى حتى شي طلب للملك بخصوص البقعة الأرضية بعد الجمعة تصل ديك القصر الملكي؟ لا يوم لا يوم الاثنين ويوم الثلاث نهار كان عندنا الاستقبال ولا الأربعاء ولا الخميس حتى الجمعة. الجمعة كلية تطلبك سي بنصير واش حنقولش كيفاش فهمتيني؟ لا كنتي مع ناس مسؤولين في القصر ولا مع العاهل المغربي بشكل مباشر؟ سي كريم سي نعم. كريم الله يجازيك بخير، انا كنقول لك سولتيني على نهار ثلاث وصل بالمشكل نهار ثلاث ما قدرتش انا رساله ما درت لا طلب لا والو. لا مو حتى هذه باش نفهموا دابا نهار الجمعه حتى المبادره ما كانتش منك انت باصير بطبيعة الحال، هذا هو الأصل، راه هذا هو اللي ما بغاش يتكلم عليه على ما أعتقد السيد الرئيس يوضحوا الناس. وهذه اللي كنت كتشوفها مسألة شخصية ديالك وعلاقتك مع الملك ديال البلاد، تقدمت بطلب الحصول على بقعة أرضية باسمك أنت ماشي باسم الرجاء. شوف سيدنا الله ينصرو فهمتيني كيعطف على الرعاية ديالو كيعطف على الناس، فين كاين الإشكال؟ كاين شي هادشي لا علاقة له بالرجاء فهمتيني؟ ونهار الجمعة وثالث شيء ورابع شيء فهمتيني فين كاين المشكل؟ فين كاين المشكل مثلا؟ طيب المشكل أعمق من هكا، لأنه اليوم أنت تكلمتي وقلت ربما في تصريحات مقتضبة قبل أنه هذه كانت غير ذريعة، أنا وصل معك المشكل، لحد الآن أنت مازال ما توصلتيش بهذه البقعة الأرضية اللي كيتقال أنها هي سبب الخلاف. لا ما عندي خريطة لا بقعة لا والو أخويا. واخا ممتاز. سي واحد البسيط باش نمشي معك في العمق الآن. نعم.